يشهد المدنيون في الجغرافيا السورية وخاصة في المناطق الشرقية أوقات عصيبة بينما تتصاعد رسائل النار بين القوات الأمريكية التي تتمركز في المنطقة والفصائل الموالية لإيران. قلوبنا مفطورة على الناس والأبرياء القام تموت والماء لها ذنب ولا لها علاقة. الملاحظ أنه كل القذائف والصواريخ والهاون قام يجي على بيوت مدنيين ما لهم علاقة لا بالجيش ولا لهم علاقة بالحرب ولا لهم علاقة بهاي الأمور. مؤخرا زادت القواعد الأمريكية من عتادها وقواتها في المنطقة. واشنطن نشرت منظومات دفاع جوي متطورة وقامت بتوسيع قاعدة التنف وأرسلت آلاف الجنود، ما أثار قلق الفصائل الموالية لإيران وأدى إلى عمليات استهداف لهذه القواعد عبر المسيرات، وبدأت معها مرحلة رسائل الرد التي راحت تطال المدنيين في المنطقة. وقوع قذائف على الأحياء المدنية في مدينة الميادين، تم استنفار كامل الطاقم الطبي والإداري وإرسال سيارات لإسعاف استقبال المصابين للهيئة العامة لشفاء الأسد. تم استقبالهم وتقديم العلاج اللازم لهم، علما بأن هذه الحالة تتكرر أكثر من مرة بشكل متواصل على الأحياء المدنية. فالقوات الأمريكية لم تقف مكتوفة الأيدي وقصفت عدة مواقع في الميادين والبوكمال. تضررت البنية التحتية بسبب الضربات الأمريكية مثل خطوط نقل الكهرباء والمحولات التي تخدم المنطقة. طبعا كانت هذه الضربات طبعا القصد منها هي ضرب المدنيين وضرب البنى التحتية أو الأمور الخدمية. فعلى سبيل المثال في المعبر الحدودي عند البوكمال استهدفوا شبكات توتر منخفض كانت تغذي الأهالي. من جهتها قامت قوات قسد المدعومة من واشنطن باستهداف مدينة الميادين بقذائف مدفعية طالت مناطق مدنية، ما أدى لحالة هلع بين المدنيين وتسجيل قتيل وعدد من الإصابات الخطيرة والمتوسطة.